لو بغينا نبسط نظام الكيتو، المبدأ الذي يعمل عليه، الأسس، الأطر العامة التي يستهدفها نظام الكيتو، كيف تقدر تعرف نظام الكيتو بكلمات بسيطة؟ يعني النمط الغذائي اللي نحن عايشينه في المجتمع نظام غذائي فقير جدا. انت خبرني وش اللي ممكن تحصله خلال 3 شهور؟ استطاع انه هو يتوقف من كل الأدوية. واحد، أدوية الإنسولين كلها توقف منها، ما وجد مصدر للجسم، فمباشرة اتجه إلى الدهون المتراكمة في أجسادنا في الجسم، وبدأ يستهلكها بعد ما كانت راكدة وغير نافعة. وكان لما يأكل الإنسان ما يأكل كميات هائلة من السكريات. واليوم جالسين يفهمون أن الطعام المفروض يكون 40 ساعة، 40 ساعة لازم أكل. الآن ظهرت مثلا محلات معينة تعنى بأطعمة الكيتو، توفر البديل مثلا، لكن مما يلاحظ أن أسعارها دائما مرتفعة. ولكن إذا أنت مريض سكري ومريض ضغط وتتألم يوميا وحاولت 1000 مرة تعمل دايت وما نجحت، لا، أنت إنسان راح تكون زيادة في الأرض. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين والمستمعين في لقاء متجدد من لقاءات منصة برزة. ما هو نظام الكيتو؟ وما هي أهميته؟ وما هو المسموح والممنوع في هذا النظام؟ وكيف نستطيع تطبيقه بطرق صحيحة حتى نتجنب كل الأخطاء؟ كل هذه المحاور وغيرها نتباحثها اليوم بمشيئة الله تعالى مع المدرب أنس الكمشكي. حياك الله كوتش. أهلا وسهلا عزيزي وحياكم الله، ومشكورين على هذا الاستقبال الجميل. وأنا سعيد جدا أني أنا أكون معكم في هذا اليوم إن شاء الله، اللي راح نقدم فيه معلومات إن شاء الله راح تفيد كل إنسان راح يسمع هذه الحلقة بإذن الله. حياك الله، حياك الله كوتش، وأهلا وسهلا بك. منصة برزة دائما ترحب بك. على العين والرأس، بالعكس، نتشرف فيكم. جزاك الله خير كوتش. نريد نبدأ من نقطة الصفر كما يقال، ونتعرف على قصة اهتمامك بنظام الكيتو، وكذلك بعد ذلك يعني تأسيسك لمركز ألفا وأكاديمية ألفا كذلك. في الحقيقة أكيد القصة تخلق طابع جدا عميق لدى المستمع، خاصة إذا كانت قصة مؤثرة. جميل. في الحقيقة بدأت أنا وأمي في مشوار العلاج بالطب الصيني من 10 سنوات. ما شاء الله. 10 إلى 11 سنة. القصة بدايتها كانت قصة ألم. أمي كانت تعاني كثير مع أخوي الأكبر عمر، كانت عنده مشكلة الصرع، وأنا دائما في كل مكان أنا أبين هذه القصة عشان أبين نقطة جدا مهمة. قد الله سبحانه وتعالى يرسل لك بعض المصائب في حياتك، فأنت تنتهز هذه الفرصة حتى تخرج منها بقيمة تخدم فيها المجتمع وتخدم فيها نفسك، تغير المحنة إلى منحة. بالضبط، يعني حولنا الألم إلى منحة عظيمة انتشرت حاليا حول، يعني ممكن تقول، الوطن العربي. جميل. طبعا ما في شيء في الدنيا ما سويناه عشان نحصل حالة استقرار ممتازة لأخي عمر. كان يصرع يعني في الشهر أكثر من مرة مرتين، وكل حالة صرع يسقطها كان يتنوم في المستشفى 3 أيام. يا الله. عملية التقلصات اللي تصير عنده في الدماغ كانت تضعف عنده مدارك الفكرية والذاكرة والإدراك والتفكير والكلام. سبحان الله. فكان ألم من يوم صغير هو عنده هذه المشكلة. التجأنا إلى الحجامة. الحجامة يعني كانت معجزة علاجية. سبحان الله. ومن بعد ما عالجناه بالحجامة، طبعاً آمنا نحن بهذا العلاج أنه علاج مش فقط على مستوى مرض الصرع، إنما قد يصل إلى مرحلة أنه يعالج آلام يشتكي منها الناس. وفعليا نحن دخلنا في دورات وبحثنا في هذه الدورات عن أساسيات العلاج بالحجامة. جميل. وسافرنا الصين، وسافرنا أنا وأمي مع بعض، ما شاء الله. أنا وإياها كنا نسافر في كل مكان وكأنها صديقتي مش فقط والدتي. أنا ملاحظ حتى ما شاء الله في مواقع التواصل حضوركم جدا جميل. حضورنا يعني في انسجام كبير، في تفاهم كثير. هي علمتني أشياء كثيرة، والحين أنا جالس أخدم فيها البلد من خلال المهارات اللي تعلمتها. جميل، جميل. طبعا بعد ما تحصلنا على هذا العلم، علم العلاج بالطب الصيني أو العلاج بالطب النبوي، بدأنا نمارس العلاج في المنزل.
وصارت عندنا شهرة كبيرة لدرجة أن الناس كانت تأتينا من كل مكان والبيت ما كان يكفي. ما شاء الله. لأنه شاء الله. صار في عندنا قبول كبير. الحمد لله. قبول من ناحية الحرفية، كانت عندنا حرفية وكان عندنا علم، وفي نفس الوقت كنا نحصد نتائج حقيقية لدى المجتمع. جميل. ما كنا نعمل إعلانات ولا شيء. شفنا أن المنزل مكان غير مناسب طبعا، فانتقلنا إلى إنشاء مركز. ظلينا يمكن سنتين نحن طابوقة على طابوقة. جميل. ما حصلنا على تمويل، ما حصلنا على دعم، ولكن قلنا نحن يعني نشيل نفسنا بنفسنا. ممتاز ممتاز. بدأنا بدراسة جذور الأمراض والبحث في أصول الأمراض. طبعا كنا نعالج الناس مرض السكري، مرض الضغط، الناس اللي عندها آلام. أيوة. في الظهر، الصداع، حالات التهاب الكتف، يعني الأمراض الموجودة عند الناس. نعم بالضبط. بعدين أنا لاحظت أن ما في نتائج حقيقية، يعني النتائج اللي كنا نحصلها نتائج لحظية. إذن في فجوة، الفجوة هذه كان لابد أن نحن نعبيها. ما كنت مركز على مسألة التغذية لأن نحن ما علمونا في المستشفيات. نعم. يعني في هناك علم تغذية في المستشفيات، ولكن ما كنا نلامس نتائجه لدى المرضى. لأن بالضبط. كل مريض يمشي على بروتوكول غذائي من المستشفى عادة يستمر على الدواء. يعني الأصل أني أنا أتخذ من غذائي دواء. نعم. ولكن اللي نحن جالسين نشوفه خلاف ذلك. نعم. طبعا مباشرة انتقلنا إلى طبعا هذا كان في عام 2017. بدأنا نبحث في موضوع التغذية إلى أن أتت السنة 2018-2019 دخل نظام الكيتوجينيك في حياتنا. جميل. فطبعا قصة النظام الكيتوني قصة نوعا ما طريفة. هي كانت أختي تابع قنوات أجنبية، فبدأت أطبق النظام بطريقة عفوية. فكنت أنا أشوف الطبق مال، أنا كان عندي وزن زائد شوية. كم كان وزنك يعني؟ 113-112. ما شاء الله. فهيئتي لدى المرضى ما كانت هيئة إنسان معالج. بالضبط. الإنسان المعالج عادة يكون يعني نوعا ما رشيق نحيف طبيب يداوي الناس هو عليله، يعني كذا يقولوا. بالضبط. فقالت والله هذا النظام الحين جديد صاير في الوطن العربي، ما كانت في برامج تغطي هذا الموضوع بوفرة. نعم. مباشرة على طول يعني قلت أنا خليني أجرب هذا النظام. بعد ما جربت النظام وجدت فيه نتائج حقيقية، نتائج مذهلة، مش فقط على صعيد الوزن إنما على صعيد الصحة. طبقت على نفسك أول شيء؟ طبقت على نفسي. جميل. تقريبا كانت بداياتي، وبعدين نقلت البرنامج هذا على المركز. لأنه لازم أنا أشوف البرنامج هل في نتائج حقيقية، مثل ما أنا سمعت أن في نتائج للسكري، للضغط. أيوة. لحالات السمنة، الناس اللي تشتكي من آلام وعندهم مشاكل صحية. ممتاز. على طول بدأت في تطبيق النظام هذا لدى المرضى. بعد ما طبقت النظام لدى المرضى إلا والنتائج صارت غريبة. سبحان الله. يعني مش فقط يعني تخيل معي علاج الحجامة مع المكملات الغذائية مع الأعشاب الطبيعية مع تحسين نمط حياة الإنسان الغذائية. يعني من المنزل، يعني أنت جالس تشتغل على جذر المشكلة الأصلية اللي كانت موجودة أساسا مع الناس. جميل جميل. وصارت الانطلاقة. الانطلاقة تسميها. صارت الانطلاقة الحقيقية لدى الوعي الغذائي على مستوى السلطنة. سبحان. طبعا بعد ما آمنت وشفت النتائج حقيقية قلت أنا ما يصير أخلي النظام هذا فقط على مستوى على محيط المركز، لا، لازم أنا أنشئ قادة، لازم أشتغل على تعليم وتدريب. طبعا أنا مباشرة يعني الموضوع هذا ما خضيته بعشوائية. جميل. بديت أدرسه، بديت أخذ دورات أونلاين، بديت أكتب ملخصات، بديت أعمل ملفات، بديت أعمل أوردر حق كتب أونلاين عشان أقرأ. بعد ما تمكن نعم علميا قلت الحين لازم نحن نشتغل على خلق بيئة قيادية. جميل. البيئة القيادية لما خلقتها الوسيلة القوية لإيصال المعلومة في ذلك الوقت ولحد هذا الوقت هي مجموعة الواتساب. جميل. أكثر وسيلة تواصل اجتماعي قد تكون مؤثرة لدى الناس. فعلا. اليوم والجروبس، جروب يتبع جروب، جروب يتبع جروب. بالضبط. فبدأت يعني أخصص قادة، والقادة هذا أعطيتهم أدمن على أساس أنهم يضيفوا الناس. ممتاز. المساكين والمرضى، ونقوم بعملية متابعة الحالات المرضية وحالات السمنة، وكان عمل تطوعي رهيب. يعني تبدأ بالقادة.
وبعدين نعم. تمسك كل قائد مجموعة معينة. وأنا ألتمس، كنت ألتمس الحضور وألتمس الذكاء وألتمس هل هذا الإنسان عنده جاهزية؟ جميل. هل عنده حس العطاء؟ ممتاز. لأنك أنت لو ما عندك حس العطاء وما عندك إحساس داخلي وغيرة داخلية بأهمية. إن ذا النظام المفروض ينتشر في المجتمع، أنا ما أخلي قائد. جميل. لأن القائد لازم يعني يتسم بصفة النقل هذه الرسالة. إيمان بالفكرة أول شيء. إيمان بالفكرة وعنده قدرة على نقل هذه الرسالة. فتوفقت بمجموعة من الشباب اللي استطاعوا يديروا هذه الكوكبة أو هذه السفينة. جميل. فشيء فظيع. فوصلنا تقريبا لأكثر من 20 مجموعة تطوعية. 20 مجموعة. مجموعات نسائية ومجموعات رجالية. وكل مجموعة تقريبا معبية بال. كل مجموعة مشتركين. طبعا يعني كل مجموعة 250. الله. ومن مختلف مناطق السلطنة. هذه نقطة الشرارة لانتشار النظام في البلد على فكرة. ممتاز. يعني لما تجي إلى نسبة والتناسب، السلطنة هي السباقة ما بين الدول العربية في تطبيق هذا النمط الغذائي الناجح، وأنا أقول هذا الكلمة عن يقين ناجح. جميل. طبعا سويت نية أني أنا أنشئ حساب الإنستغرام. ممتاز. ليش؟ كمية النتائج اللي كنت أحصدها يعني مثل البحر. وصور الوجبات وتبسيط المعلومة للناس اللي عايشين في المناطق النائية. ما تريد معلومات معقدة. أيوة. تريد معلومات بسيطة، تريد تطبق النظام بعفوية، تريد تطبق النظام وهي مرتاحة. جميل. فكنت أصور كل الوجبات اللي كانت تسوى في المجموعات وأنقلها في الحساب، أنقلها في الحساب وأجيب النتائج قبل وبعد. وكنت حتى أصور الفحوصات الطبية. أيوة. لدى مرضى السكري ومرضى الضغط يقول أنا. وعلى فكرة كمية الحالات التي استطاعت أنها تتخلص من كومة الأدوية اللي كانوا يأخذوها من المستشفى رهيب. سبحان الله. يعني في المجموعات يعني كل مرة حد يبشرنا أنا الحمد لله تخلصت من الدواء الفلاني، الدواء الفلاني، الدواء. وطبعا يعني كل مريض يراجع مع الطبيب المختص يقول للطبيب ان فحوصاتك الحين السكر التراكمي خلاص اعتدل، ضغط الدم اعتدل، الكوليسترول معك اعتدل، نسبه السي ار بي معدل الالتهاب اعتدل، نسبه كريات الدم الحمراء اعتدلت. وطبعا بعض الحالات المرضيه تستدعي انها تيجي مركز الفا عشان نحن نتابع الحالات هذه، فياخذ بروتوكول علاجي كامل. لانه مش فقط النظام الغذائي هو اللي راح يوصلك الى بر الامان. نعم. قد يحتاج المريض الى دعم غذائي. جميل. لان اوريدي انت جاي من انظمه غذائيه فقيره. يعني النمط الغذائي اللي نحن عايشينه في المجتمع نظام غذائي فقير جدا. انت خبرني وش اللي ممكن تحصله حاليا اذا صبحت الصباح وضربت مثلا قروص. ايوه. وبعدين جيت وضربت لك مثلا كميات كبيرة من الفواكه، الفواكه فيها فركتوز عالي. نعم. سكر عالي، فيها فوائد، ولكن نسبة السكريات قد ما تخليك تستفيد من كمية الفوائد اللي موجودة في المغذيات والفيتامينات. أيوة. تجي إلى وجبة الغداء كمية هائلة من الرز، بعدين ممكن بيسبسي. أساساً السكريات تجر السكريات. نعم. يكون الإنسان في حالة كريفينج وجوع مستمر. نهم 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 ونهم ونهم. بالضبط. ترى قصة نجاح المفروض تدرس. الله. يعني في تاريخ السلطنة فعلا ملهمة جدا. يعني ملهمة. وفي تاريخ السلطنة ما صار حراك حقيقي وعمل تطوعي وعمل نقلة نوعية. وأنا من هذا المنبر أشكر كل الشباب اللي مسكوا هذه المجموعات، ولين اليوم المجموعات هذه مستمرة. جميل. صحيح. في أكاديمية ألفا نحن عندنا مجموعات مقننة. أنا عندي أهداف عالمية شوي. جميل. أنا أريد أوصل الرسالة هذه على مستوى دول الخليج، على مستوى العالم. فأنا قننت الدورات، جعلت الدورات نوعا ما منظمة، جعلت الدورات نوعا ما فيها أهداف سامية. ممتاز. فيها أهداف إن المشتركين يدخلوا في هذه الدورات يخرجوا قادة مركزة أكثر. يعني مركزة ويخرجوا قادة ويكون عندهم القدرة على نقل هذا الصوت إلى المجتمع. جميل. لأني أنا ما عندي القدرة أني أوصل صوتي لكل الناس. صحيح. وهذا من الحكمة أنك تعمل مثل التسويق الشبكي. يعني تسويق الشبكي تصنع قادة معينة وتقولها انطلقوا فيما بعد أن تتابع عن بعد. هذا يعني عين الحكمة. عين الحكمة. لأني أنا مؤمن لأنك أنت بتجي معي حاليا وبتطبق النظام وراح تخرج من هذا النظام مقتنع فيه، وخضيت مع النظام معلومات. جميل. المعلومات هذه سلاح حقيقي، لأنك من خلال هذه المعلومات راح تستطيع توصل هذا النظام بطريقة نظيفة لأي إنسان يريد يطبق النظام
بدون ما تكون هناك عراقيل حقيقية. جميل. تصير في حياته. صار النظام وانتشرت المجموعات على مستوى السلطنة. وبعدين قررت أنا وفريق العمل، اخترت طبعا 3 أو 4 من القادة القوي، الصفوة، وخليتهم معي في الأكاديمية. قلت لهم تعالوا معي على أساس نحن ننتقل مرحلة أكبر. ممتاز. المرحلة التطوعية هي آتت أكلها. جميل. وصارت الناس مستفيدة منها. الحمد. وأنا أتمنى أنها تنتشر، ولكن لازم تكون مقننة. ولازم الإنسان يدخل في هذا النظام مش بطريقة عشوائية. جميل. بطريقة علمية حقيقية. ممتاز ممتاز. فبدأت رحلة تحدي 100 يوم. تحدي 100 يوم. نعم. أنا فكرة هذه دائما مثل المسمار كانت موجودة معي، وأخذتها طبعا بالصدفة. أنا كنت ماشي كذا في البيت وشفت أختي الثانية كانت معلقة كذا ورقة في الكبت ومسوي أرقام 1 2 3 4 إلى 100. قالت أنا عاملة تحدي بيني وبين نفسي أني أنا أكمل 100 يوم بدون خطأ أو بأقل الأخطاء الممكنة. ما شاء الله. هي عملية تهذيب النفس. أيوة. والنفس عادة تعشق التنافس. جميل. شوف كلمة النفس لما تدخلها في تحدي وتنافس هي تتقوى. بالضبط. يعني وكذا تنتفش. حالة الانتفاش هذه تعطيك طاقة حقيقية على أساس أنك أنت تخرج بقيمة كبرى، أني أنا كيف ممكن خلال 100 يوم أخرج بغرس عادات حقيقية تستمر معي مدى الحياة. ممتاز. هي مش فقط نقطة النهاية 100 يوم. نعم. هي ممكن 100 يوم مثل دورة تدريبية. دورة تدريبية لكامل الحياة. بالفعل الحين نحن لما يلتحق الإنسان في الجيش السلطاني العماني يقولك والله 40 يوم عندك كرف، الساعة 5 الصباح تنش ركض جري لمدة ساعة، وبعدين ترجع، وبعدين تدريب، بعدين ترجع، بعدين دروس مقننة، بعدين تدريب على السلاح. خلاص أنت ملزوم. جميل. الحالة هذه مع الوقت راح تألفها وراح تكون جزء من كيانك. روتين. خلاص راح يصبح روتين حقيقي أنت تتعايش معه. جميل. ما تحتاج تبذل مجهود بدني أو قوة إرادة على أساس أنك أنت تسوي كيتو. صحيح. لأن الكيتو أصبح مخترق كل خلاياك وكل كيانك. ممتاز ممتاز. كل شيء أنس، بعد ذي المقدمة الملهمة والجميلة جدا، نريد أيضا نتعمق أكثر في نظام الكيتو. يعني لو بغينا نبسط نظام الكيتو، المبدأ الذي يعمل عليه، الأسس، الأطر العامة التي يستهدفها نظام الكيتو، كيف تقدر تعرف نظام الكيتو بكلمات بسيطة؟ هذا السؤال أهم سؤال في نظام الكيتوجينيك. لأنك لو ما دخلت النظام هذا بقناعة وما كنت فاهم الآلية الكيميائية اللي تصير في الجسم. ممتاز. والتحول الطاقي، لأن الإنسان يعتقد بأن نظام الكيتوجينيك هو حال كل الأنظمة الغذائية العشوائية اللي نحن جالسين نأخذها من الشارع أو من الجوجل. لا، نظام الكيتوجينيك دقيق جدا، ومن دقته نحن حددنا قائمة المسموحات والممنوعات. مسموحات وممنوعات. ممنوعات. نعم. ليش؟ لأني أنا لازم أول شيء أفهم نظام الطاقة اللي تشتغل عليه الخلية. ممتاز. لأن نحن عندنا مجموعة خلايا، أنت عبارة عن كومة خلايا. نعم. أبو من؟ أبو تقى. أبو تقى. أنت عبارة عن مجموعة خلايا، 100 تريليون خلية. فالخلايا إما أنها تعطيني طاقة حرارية من السكر من الجلوكوز، أو أنها تعطيني طاقة حرارية من الفات الكيتون بودي أو الدهون الثلاثية. فنحن جل حياتنا على فكرة، من يوم طلعنا في الحياة ونحن نأكل سكر. أيوة. المشكلة مش في السكريات، المشكلة في نسبة السكريات. نحن لما نجي على أجدادنا ولازم أنا أعطي تلميحة لهذا الموضوع. ممتاز. أجدادنا الواحد منهم لما يريد يسلم على جاره راح يطلع 2 ساعة يمشي. صح. يسلم على يد قهوي عنده، بس ياكل قهوة. نعم. ويشرب فنجان القهوة ويرجع 2 ساعة، هذا بس صار يسلم عليه. الوجبة السكرية اللي هو كلها هو عادة في خلال نص ساعة حرقها، فمباشرة الجسم لما ما يحصل سكر عادة يطلع كيتونات. ممتاز. فالأجسام الكيتونية هي كذا كانت تطلع عند الإنسانية آلاف السنين. لأن الإنسان ما كان يأكل في الزمان إلا وجبة ووجبتين. وكان لما يأكل الإنسان ما يأكل كميات هائلة من السكريات. واليوم جالسين يفهمونا أن الطعام المفروض يكون 40 ساعة لازم أكل،
وهذا يخالف الطبيعة الإنسانية التي أوجدها الله. وما شاء الله المطاعم ما مقصرة، والمطاعم والإعلانات والسوشيال ميديا ما مقصرين جزاهم الله خير. فبالتالي اللي صار أن نحن انخدعنا في زمن الرفاهية وزمن الفتنة، ونحن أصبحنا ما ندخل في الحالة الكيتوزية، وإن ورغم أن الحالة الكيتوزية هي حالة طبيعية كان يعيش عليها الإنسان ترى قبل 50 سنة بشكل بديهي، يعني بديهي يعني أنت تأكل 3-4 تمرات وبتطلع تمشي أو بتطلع تجري أو تأخذ لك وجبة، أنت نهاية اليوم جسمك راح يفرغ الجلايكوجين والسكر وراح يخرج لك الكيتونات. الكيتونات هي، ما أريد أعمق شوي في علم الهرمونات وعلم الكيمياء، ولكن بشكل عام هي من أعظم ما خلقه الله في الإنسان. الكيتونات، الأجسام الكيتونية. سبحان الله. ليش؟ راح أجي بالكلام الحين. الفكرة، فكرة النظام الكيتوني فكرة دقيقة جدا. أيوة. إني أنا حاليا يجيني إنسان، أول شيء أول سؤال، هل كل الناس يحتاج كيتو؟ لا. إذا الإنسان هذا عنده مشاكل صحية، مقاومة إنسولين، عنده مشكلة في الذاكرة، أصبح يحس أن بعد الوجبة عنده خمول، أصبح ما عنده القدرة أن هو يعني مارس الطاقة اللي كان يمتلكها في السابق، خمول عام عنده مشاكل في الجهاز الهضمي، عنده نفخة، المعدة مدورة، عنده بدأت السمنة تزداد معه، في مشاكل بدأ هو يحسها. هذا إنسان معرض لمقاومة الإنسولين، أو هو في طريق مقاومة الإنسولين. ما معنى مقاومة الإنسولين؟ معنى مقاومة الإنسولين أن الخلية الله سبحانه وتعالى صممها عشان تعطيني طاقة حرارية من وين؟ من الجلوكوز، السكر. جميل. والسكر هذا مستحيل يدخل في الخلية إلا بمفتاح، مفتاح. المفتاح هذا اسمه إنسولين. فيصير الإنسان بسبب النهم اللي صاير على والطغيان اللي صاير على السكريات والكاربس والسكريات وقلة الحركة، أصبحت الخلية هذه تمتلئ بالسكر، ما قادر يستوعب بنكرياس مسكين ايش يخلي البنكرياس يطلع انسولين بزياده. ولكن المشكله مش في البنكرياس، المشكله في الخليه عندنا، اصبحت غير قادره تتصرف بالسكر، متشبعه. فيصير الجسم في سيستم، اذا السكر زاد يقوم بعمليه تحويل السكر الى دهون ثلاثيه، فتتشمع الخليه، تتشمع الخليه، فتفقد قدرتها على العطاء في الجسم. بدل ما تكون حيوية منتجة، تصبح فاسدة في الجسم، كتلة دهنية فقط، كتلة دهنية. ونحن لاحظ على النساء في البيوت، شوف كيف أجسامهم، شوف كيف جسمهم، شوف كيف الالتهابات اللي في جسمهم، شوف التراكم. للأسف في عمر 50 هي ما قادرة تشيل نفسها. صحيح. في عمر 60 ما قادرة تشيل نفسها، تعتقد أنه عامل جيني. لا، السيستم الغذائي اللي نحن ماشيين عليه سيستم خطير. لو ما كنا واعين عليه راحين نحن نسارع في نشوء الأمراض في أجسامنا. المشكلة في الخلية، لما الخلية ما تستلم هرمون الإنسولين، يجي الإنسولين يفتحها المفتاح، أيوة. السكر ما يدخلها، فيبدأ السكر يسبح في الدم. أنا ما أريد أدخل وغوص. أيوة. كيف سلسلة الأمراض الأيضية تبدأ تنشأ؟ يفترض يروح في الخلية، ما وجد مكان يستخدمه، ما وجد، رجع في السكر في الشرايين. عشان كذا نبدأ نحن نشوف قراءات السكر تبدأ معنا ترتفع في الدم. أيوة. فيصير الجسم يدخل في سترس. طبعا في سترس الحين عن طريق هرمون الإنسولين، لأن الإنسولين لما يشوف مفتاح واحد ما يجيب نتيجة راح ينزل لك مفاتيح أكثر، بدل مفتاح يجيب لك 5 مفاتيح، فيضطر البنكرياس يشتغل بخمسة أضعاف قوة الطبيعية. أوه. هذا الذي يوصل البنكرياس إلى الفاتك. ما معنى الفاتك؟ إجهاد. فإجهاد، إجهاد البنكرياس. فيصير يقولك والله إنسان يحتاج إنسولين حاليا، لأن البنكرياس عنده أصبحت غير قادر على إفراز هرمون الإنسولين. خطيرة المسألة، خطيرة جدا. فالإنسان وهو مستمر يأكل سكر، يأكل براتا، يأكل تمر، يأكل فواكه، وغير واعي إن حبة التمر للإنسان المريض واللي عنده السكري قد تكون خطيرة عليه. الله. وهذه الخطورة، أن نحن ما قادرين نفهم ونستوعب، نحن ببالنا لا التمر والله صحي وكذا. لا 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 لا. وخلاص، بما أن في فركتوز، وبما أن القناة هذه أصبحت غير قادرة على العطاء في الجسم، قناة إنتاج الطاقة من الجلوكوز، أصبح صار الوقت أني أنا أفعل القناة المندثرة المدفونة. وهي القناة الطبيعية، بس أريد أصدمك بمعلومة. البيبي لما يطلع في الحياة، لما يبدأ يشرب من حليب أمه، حليب أمه وجبة كيتونية، سبحان الله، فيها كمية دهن ما طبيعية. ولما تيجي ترضعه هو بيشرب من
من الحليب اللي فيه دهن وفيه بروتين وفيه شوية سكر. خلال ساعتين فقط أريدك تفحص الدم عنده، بتحصل مستوى الكيتونات تطلع معه. سبحان الله، الطفل قدرته على الدخول في الكيتوسيز أسرع بكثير من الإنسان البالغ. فهي الحالة الطبيعية اللي الإنسان عايش عليها، ترى فطرة بشرية. حتى البيبي وهو في بطن أمه، أكبر عضو موجود مع الدماغ اللي هو عبارة عن دهون مشبعة والقلب، سبحان الله، ويتغذى على الدهون اللي موجودة في أمه. عشان كذا الأم عادة تمتلئ بالدهون في الأشهر الأخيرة من حملها، عشان يبدأ هو البيبي يسحب من الدهون هذه وهو في بطن أمه عن طريق الدهون. سبحان فالدهون معجزة إلهية. عشان كذا الله ما يعني ما مدح الدهون في كتاب الله عبثا عباثا. سبحان الله. فبالتالي الفكرة الحين هذه نوع شوي طولنا فيها، ولكن مهم جدا نحن نوصل الميكانيزم، الآلية، آلية التحول بالضبط. هذه لما تصير إني عندي في الجسم، وش اللي يصير معي أساسا لما أنا أقطع، أقوم بعملية قطع، أنا نويت اليوم أو باكر أدخل في الحالة الكيتوزية، الكيتوزيز، الكيتوجينيك. النظام الكيتوني هو فعليا يقوم بعملية خلق مستشفى داخلي، مستشفى إلهي رباني. سبحان الله. كيف ما كيف، أنت مالك خص، هو بيصلح اللي فيك، أنت مالك خص. صنع الله الذي أتقن، صنع الله الذي أتقن كل شيء. مدير واحد من أكبر المستشفيات في السلطنة كان مريض بالسكري، مدير، نعم، مريض بالسكري وعنده سمنة، وتابع أحد الأطباء المدمنين على نظام الكيتوجينيك للنخاع. سبحان الله. الكادر الطبي عنده إلمام ترى في نظام الكيتوجينيك، مؤمنين فيه. المدير هذا ما كان مؤمن بالنظام، ولكن بسبب مرض اللي موجود معه، مضطر سمنة وكبد دهني وسكري كان يرتفع معه لكذا، وكان يأخذ أدوية وإنسولين، ما في فايدة، خلاص مئيس من نفسه. سار عند الطبيب هذا، قال له أريدك ترسم لي برنامج أمشي عليه. فسار عند الطبيب، ما بدون ذكر أسماء. نعم. فسار عند الطبيب وعطاه بروتوكول غذائي وعلاجي مع بعض المكملات وكذا. السلام عليكم. سار هذا المدير، مدير المستشفى، وطبق النظام هذا بنفسه. بعد ما طبق النظام بنفسه خلال شهرين ونصف تشافى من كل الأمراض اللي فيه. سبحان الله. وترك كل الأدوية. شهرين ونصف. وبنفسه يقول أن هذا مش نظام عادي، هذا نظام رباني. عجيب. بروحه بحرفيا يقول هذا نظام رباني. فالفكرة كيف ممكن هذا النظام يتم إيصاله للكادر أو الناس المخولين في نشر هذا الرسالة بطريقة رسمية. جميل. لأن فعليا لو تم إدراج هذا النظام يعني بطريقة حقيقية بمسمى لايف ستايل ميديسن، أن نحن نخلق نمط حياة غذائي صحي، الناس اللي تعبنا معاهم بالأدوية يا أخي خلاص ادخل هنا. صحيح. هذا العمل راح يوفر مبالغ باهظة، مليارات، وقاية خير من العلاج، ملايين ومليارات على الدولة. بدل ما يتم صرف الأدوية يعني، وهذه الأدوية أساسا لا تسمن ولا تغني من جوع. بالضبط. فيها فائدة في حالات استثنائية. نعم. ولكن في حالات أيضية صدقني قد يحدث هذا النظام. الآية طولت عليك أنا عارف، خذ راحتك. ولكن فعليا لما نحن نقوم بعملية قطع مسار إنتاج الطاقة من خلال الجلوكوز، لأن هذا النظام خلاص فسد. أيوه. أصبح لا يؤدي وظيفته بصورة طبيعية في الجسم، ينتقل جسم الإنسان إلى تحويل الطاقة من الدهون المخزنة. تخيل معي هذا الإنسان اللي راح يبدأ بالنظام، لما هو كان نظام نمط غذاء قائم على الرز والخبز، مليون بالمئة عنده كبد دهني. سبحان الله. عنده كبد دهني أو عنده شوية مشكلة في الأنزيمات، لأن تراكم الدهون هذه على الكبد راح يضيع شوية الأنزيمات، حتى يعمل فحص راح يلاحظ هذا الشيء. بس كوتش هنس، نحن يعني في الخليج الرز عندنا خلاص يعني مقدسة، نسبة هائلة. لأن المشكلة مش في الرز أو في المشكلة في كمية الرز، والمشكلة في الأشياء المصاحبة مع الرز. أيوة، الأشياء اللي تأكل معه. الفتنة اللي احنا عايشينها خطيرة ترى، وراح أرجع لهذا الكلام وأعمل مقارنات بين دولتنا والدول العربية والدول. ممتاز. سنغافورة والصين لو صار في وقت. جميل جميل. فلما أنا أجي أقوم بعملية قطع
مصدر إنتاج الطاقة من الجلوكوز لإنتاج الطاقة من الفات، وش اللي بيصير معي؟ الكبد عندي راح ينجبر، لأن الميتوكوندريا والخلايا معاي في الجسم. أيوة. بما أني أنا ما جايب لها طاقة من التفاحة. أيوة. أو جايب لها طاقة من الخبز أو جايب لها طاقة من الرز، راح يضطر الجسم يسحب طاقة من مكان آخر. فالكبد راح يشتغل في عملية تهيئة هرمونات حارقة للدهون عشان يوفر طاقة من الدهون الثلاثية التي هي تعتبر سامة، التي هي تعتبر ضارة شريرة في الجسم. فجسمي راح يحررها، تخيل، راح يحولها وسيلة نعمة بعد ما كانت نقمة. سبحان الله، أفهم من كلامك أن ما وجد مصدر للجسم، فمباشرة اتجه إلى الدهون المتراكمة في أجسادنا في الجسم، وبدأ يستهلكها بعد ما كانت راكدة وغير نافعة. بالضبط. جميل. بعد ما كانت راكدة وغير نافعة وعملت شحوم حشوية حوالي الكبد، حوالي الأحشاء، حوالي الكلى، حوالي الأعضاء المصمطة والحشوية، هذه الدهون راح تتحول كمصدر رئيسي للطاقة في الكبد، يقوم بعملية أكسرة الدهون لينتج الأجسام الكيتونية وينزلها في قنوات الدم، وتبدأ الكيتونات هذه تنتشر في الجسم إلى أن تبدأ تغذي خلايا الجسد الميتوكوندريا، ويبدأ الإنسان يجد طاقة نقية قوية نظيفة قوية تعلي طاقة الإنسان الدماغية للسماء. جميل. لأن دماغ الإنسان عبارة عن دهون مشبعة، والدماغ يعشق الدهون. سبحان الله. فعشان كذا هذا الذي يفسر ليش الذي يبدأ بنظام الكيتوجينيك طريقة تفكيره تختلف. أيوة. المنتلتي عنده تختلف، نسبة الذكاء عنده تزداد، نسبة الذاكرة عنده تزداد. سبحان الله. لأن وقود الدماغ يصبح اللي هو الدهون. جميل جميل. وعمليات ثانية وثالثة ورابعة ممكن أعطيك الحرية. إن شاء الله. والله أستاذي يعني حقيقة معلومات صادمة جدا، وما زال لدينا الكثير، لذلك ما أعطيتك شيء بعدني. أستاذ أنس يعيدكم بالمزيد، فاصل بسيط نريح فيه بعد هذه المائدة المعرفية الدسمة، ونعود إليكم بإذن الله تعالى، فكونوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، نستكمل معكم الحديث الماتع مع المدرب أنس الكمشكي للحديث حول نظام الكيتو. بعد كل هذه المعلومات التي عرفناها كوتش أنس، نريد أن نعرف أيضا الآن إيش مسموح لنا وإيش ممنوع علينا عند إرادتنا لتطبيق نظام الكيتو. مثل ما بينت، على أساس نحن نطبق نظام الكيتوجينيك لازم نفهم ما هي المسموحات وما هي الممنوعات، لأن من هنا يبدأ الأساس. طبعا أكيد في معلومات ثانية، معلومات هاي راح نتطرق لها، وممكن المشاهد والمستمع يذهب إلى قنوات التواصل الاجتماعي اليوتيوب وغيرها ويكمل هذه المعلومات. جميل. بكل اختصار، طبعا الناس لما تسمع نظام الكيتوجينيك تستشعر ان نحن راح نكون محرومين من بعض الاصناف الغذائيه وما راح ناكل شيء. ليش؟ لان نحن اللي متعودين عليه الدايت، ناكله في الدايت اساسا، الدايت كله فقر. أيوة. في تجويع، لكن في نظام الكيتوجينيك مختلف تماما. دلع نفسك يعني، دلع نفسك وعيش حياتك، وراح تلاحظ انك انت عايش بدون حرمان نهائيا. جميل. طيب اللي حاصل انه اغلب الناس لما يعني، لأن جل وجباتنا لازم فيها دقيق، فلما يحس الإنسان بأن الدقيق ما راح يكون موجود في نظام الغذائي، هو بيحس أنه ما راح يأكل شيء. أيوة. وفعليا هو الإنسان لا يعي وش هي الخطورة المترتبة اللي ممكن تجي في الدقيق، لأن عملية قطع الممنوعات في نظام الكيتوجينيك مش فقط على أساس أدخل في الحالة الكيتوزية، لا، على أساس أدرب نفسي أني أنا أوقف الأشياء التي أدمنتها. ممتاز. والتي عملت شباك حقيقي في دماغي، تأديب، والتي للنفس. عملت سجن حقيقي في دماغي. جميل. أنا مسجون، ترى كل واحد يسمعني حاليا مسجون، كل واحد فيكم لازم يعترف أني أنا مسجون، لدرجة أني أنا لو فكرت في لحظة أني ما باكل الشيء الفلاني يعني يضربني إحساس بالإحباط. صحيح. خاصة إذا جئنا نتكلم على الكرك مثلا. أيوة. لهم كرك 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 يوميا، عصر لازم، عصر لازم. سيستم خلاص، دماغه الدوبامين، بغض النظر الكرك مفيد أو ما مفيد، لازم أدخ. رغم أن الكرك ممكن في ناس عندهم مشاكل بالجهاز الهضمي بسبب الكرك. صحيح. وما مرتاحين، وعندهم حموضة وغيره، حموضة وتخمة وانتفاخات ومن غير المزاج، بس ما يقدر.
يقول أصدع إذا ما شربت. ليش أنا يعني ليش أنا أسمح لنفسي أكون رهين أو عبد، خليني أعطيها بذل المصطلح، نعم، عبيد لبعض العادات الغير صحية. صحيح. اللي قاسة تحكمني يا أخي فعلا. فبالتالي عملية منع الممنوعات مش عسى عشان أنا أسوي كيتو، عشان أنا أدرب نفسي وألغي نهائيا كل الأشياء اللي من الأساس كانت تهاجم صحتي، تخترق كياني، تخترق خلاياي، تهكر جسمي ضدي. تخيل سبحان أنا الله. جسمي كل وجبة أنا أكلها عبارة عن داتا ومعلومات، هذه المعلومات إما خبيثة إما طيبة. والله قال كلوا مما في الأرض حلالا طيبة. جميل. ونحن نذهب إلى الطعام الخبيث ونأكل الطعام الخبيث ونحن غير واعين أن هذه المعلومات بتدخل في جسمنا، تقوم بعملية تهكير جسمنا، تهكير المناعة وتهكير الخلايا حتى السرطانية ضدنا. فالإنسان الذي لا ينتبه أن فعليا نحن جالسين نتصدى وندخل في دورة تدريبية عشان أنا أمتنع من الممنوعات هذه مرة ثانية، ما عشان الخاطر الكيتو. بالضبط. الكيتو فقط مسمى، إذا أنت عندك حساسية من الكيتو، الكيتو استخدم أي شيء، سمي أي اسم ثاني. نحن جالسين نتكلم في الجوهر، المهم تحمي نفسك. نحن جالسين نتكلم عن حقيقة منتشرة في المجتمع اليوم، لو ما نحن نبهنا على هذه الحقيقة ولا واحد فينا راح ينتبه. صحيح. الإنسان يتنرفز من كلمة كيتو يا أخي، بس لا تخلي الاسم يعرقل عليك الفائدة العظيمة اللي ممكن يجنيها الإنسان في هذه الرحلة العظيمة. بالضبط. أنا ما جاي هنا أدافع لأني متحصل الكيتو، ممكن تسوي لو كارب، ممكن تسوي أنت كالوريز ديستركشن، ممكن تسوي النظام اللي أنت مقتنع فيه يا أخي، ولكن إذا أنت مريض سكري ومريض ضغط وتتألم يوميا وحاولت 1000 مرة تعمل دايت وما نجحت، لا، أنت إنسان راح تكون زيادة في الأرض. صحيح. راح تكون عالة في الأرض، طاقة سلبية زيادة. ليش؟ وتهلك نفسك بالأمراض. أنا أريد ناس منتجة، أريد إنسان موصلح، رشيق، إنسان عنده رشيق. هي مش فقط في الرشاقة، يا ناس عندها طاقات عالية وهي سمينة، هي مؤمنة بذاتها. ولكن كيف ممكن الإنسان يكمل يعني بريق الذات من خلال تحسين نمط حياته يا أخي؟ جميل. فالمسموحات والممنوعات، أيوة، هي عشان ما نخلي الحلقة مملة. لا بالعكس، متحمس جدا أنا. وأسلوب حديثك ما شاء الله يخلينا يعني مركزين في حالة حضور. حلو. فبالتالي أنا خلينا أركز على المسموحات عشان أجوع المستمع. جميل. على أساس أنزل لعابهم. كم مرة سمعنا دايت أنك أنت تكون محروم من الريش والمشاوي والمأكولات البحرية والأصناف الغذائية اللي عالية في 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 الدهون؟ خليك على سلطات بس وعلى كوب ماء، سلطات وأشياء ناشفة. لا، شوف، نظام الكيتوجينيك لما جسمك يتكيف على الكيتوسز معناته مصدر غذائك، مصدر غذاء الخلايا الدهون. جميل. فبالتالي كل ما كانت الوجبة دسمة كل ما كانت لطيفة على الجسد. سبحان الله. كل ما كانت أجمل وألذ على الهرمونات وعلى النفس الإنسانية. هذا مخالف لأنظمة الدايت الثانية اللي كل شيء ممنوع ممنوع ممنوع، يعني كل شيء ممنوع. الناس تعتقد أن أدخلت دهون راح يتخزن دهون في الكيتو. لا. دخلت زيت زيتون، زيت الزيتون راح يتحول إلى مادة علاجية للجسم ومادة وقائية للأمراض ومادة إنتاج الطاقة في الخلايا. جميل. فبالتالي أنا وجباتي عبارة عن ورقيات خضراء، أنواع وأشكال من السلطات، خضار مطبوخة، أنواع وأشكال من الخضار المطبوخة اللي ممكن أعمل مها مئات الوصفات، من الكوسة واللوبيا والزهرة والبروكلي، وكم الوصفات اللي أنا عملتها بالكوسة، كم الوصفات اللي عملتها بالبامية. ونحن عندنا تخيل شوربة العظام تعتبر دايت. سبحان الله. شوربة العظام اللي مليئة بالمغذيات، معجزات من الفيتامينات والمعادن اللي موجودة، والكولاجين اللي تساعد في علاج المفاصل وتعالج مشاكل تساقط الشعر والبشرة ومشاكل الأظافر والنساء اللي عندهم. شوربة الكولاجين هذا معجزة بروحها. سبحان الله. شوربة الكوارع اللي يأكلوها الباكستانيين، والله واجد. أيوة، هم مركزين عليها. نحن عادة في الزبالة يعني نرميها. هذه في أي شيء ثاني ما يمشي، في الكيتو يمشي معك. سبحان الله. كون مشبع. في عندنا كذلك يعني لما نحن نتكلم عن السلمون، تتكلم عن الكبدة الحيوانية، تتكلم عن الشارخة، الروبيان، البيض، وفي عندك كذلك حتى الحلويات الكيتونية ما في ألذ منها.
جميل. حلويات، تكلم عن تشيز كيك والكيكة اليابانية والقطايف والأشياء اللي ممكن يبدع فيها الإنسان وأنت في بر الأمان. تخيل، عين ما حرمت نفسي من شيء، ما في حرمان. أنت، إحنا اليوم جالسين يعني نخلق بدائل، بدل السكر السام هذا، في عندك سكر ستيفيا وتخليه في السيارة معك، على الشاي الأخضر، على الشاي الأحمر. وطبعا تأثير يختلف عن السكر الأبيض يعني المعتاد. إحنا خلينا من هذا، أسميه سم. سم لازم أسميه سم، وما أقل سمية عن الذكاء. الله. وما أقل سمية، قد يكون حتى أكثر. فبالتالي أنا لما أكون مؤمن أن أنا بعيش في وفرة، وأنا ما راح أكون محروم من شيء، وأن نظام كيتوني نظام يعني غذائي في أصناف وألوان، وكل ما زارت أفكاري كل ما حبيت أكثر. جميل. كل ما حميت جسمي، كل ما أنا يوميا أصبح الصباح أشوف جسمي كيف يعني رشيق جميل. وطبعا أنا لما أدعم النظام الكيتوني بالجناح الآخر، هو جناحين ترى. أيوة. النظام الحقيقي اللي لازم يمشي عليه الإنسان لازم يكون على جناحين. جميل. الجناح الأول هو نمط حياتك بالكامل الغذائي والنوم والمكملات وغيرها، والنمط الآخر الرياضة والحركة. الرياضة. يا سلام لو حركت الجناحين فعليا أنت ما بتعيش في الأرض. سبحان الله. بتطير، تحس عمر خفيف، بتطير في السماء، بتكون طائر صدقني. إحساسك في الداخل كذا، بتشوف الناس، هذه الناس ما عايشة، ما حد عايش حياته. سبحان الله. وبتضل تشوف الناس من فوق مثل الصقور كذا. ممتاز. فهمت؟ ففعليا الإنسان اللي ما يدمن تحسين نمط. وهذه السنة نحن موضوعنا كيف ممكن يكون عام 2022 هو العام الحقيقي اللي من خلال أنا أغير حياتي بالكامل. جميل. انطلاقة جديدة. انطلاقة جديدة. أنا خلاص، حياة الأرانب، حياة يعني البهائم، أنا أطلع منها خلاص، أطلع إلى حياة الصقور يا أخي. يا سلام. أشوف الحياة من فوق، أشوف أحلامي. ومستحيل إنسان يقدر يشوف أحلامه هو عايش في الأرض. يا سلام. لازم تشوف الحياة بطريقة مختلفة. صراحة أنا لو ما مقتنع بنظام الكيتو بعد هذا الكلام خلاص أقول إنه خلاص. فنظام كيتوجينيك أنا ما أريد أجمله وألمعه بغير أنه هو ملمع نفسه أصلاً. جميل. هو ملمع نفسه، هو يتحدث عن نفسه. ممتاز. والدليل أنا حالياً مستمر في دورات تحدي 100 يوم إلى الدورة 16. 16. وهذا أكبر دليل على النجاح. يا سلام. ما في أي حاجة حقيقية وهي تؤتي أكلها، وهي شجرة طيبة وهي مستمرة. صحيح. مصيرها أن تزول، لكن الثمرة الطيبة. ثمرة طيبة. والله قال مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت، هي ثابتة. وأنا مؤمن بأن كياني وقدرتي على الوصول راح تكون حقيقية. ممتاز. راح أوصل إلى أبعد مما أتخيل. يا سلام. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ممتاز. الخير هذا راح يوصل. واسمع مني ذا الكلام، ولكن الشجرة الخبيثة اللي قائمة على أساس باطل، نعم، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. مستحيل تمكث في الأرض. مستحيل تمكث. ويقذف الله الحق على الباطل قال فيدمغه فإذا هو زاهق. ممتاز. فحتى عمل الحق والباطل موجود في الغذاء ترى. جميل. في معلومات مزيفة منتشرة، وفي معلومات حقيقية منتشرة. ممتاز. وهذا لا يعني، عشان بس أأمل الناس، هذا لا يعني أني أنا ببقى طول حياتي محروم من التمر. يا سلام. أو ببقى طول حياتي محروم من الرز. أنا ما عندي حساسية ترى، يعني ما عندي حساسية. قبل شوية قهوينا ما كليت تمر. هي نعم صح، كليت تمر. شاهد عليك أنا. هي نعم، ما عندي مشكلة في موضوع التمر. صحيح. المشكلة أنك أنت تصل مرحلة مرضية وتصير هذه الأشياء ما تقدر تتركها. خلاص معشش فراسك، إن هذا الشيء ما أقدر أتحرك منه ولا ألغيه من حياتي، ويكون هو سبب مرضي حتى. حتى وإن كان من الفواكه، أيوة. لأن فيها نسبة عالية من الفركتوز. رجع صحتك، رجع جسدك، رجع قوتك، رجع لياقتك البدنية، رجع عادة الصيام. أنا ما كلمتك عن الصيام. أنا ما كلمتك، يعني نحن يعني بس لو نفهم ليش الله سبحانه وتعالى شرع الصيام الإسلامي. سبحان الله.
راح تذهل. نعمة عظيمة. راح تذهل. اليوم في دراسة عملوها على مستوى العالم، وعملوا هذه الدراسة على المسلمين في الوطن العربي وعلى غير المسلمين حول العالم، في كندا وفي روسيا وفي فرنسا، وعلى نسبة مرض السرطان اللي موجود معهم ونسبة مرض السرطان اللي موجود معنا في الوطن العربي. شوف هذا ونحن مخبصين ترى، سبحان الله، هذا ونحن مخبصين في أكلنا. نعم. تخيل احنا ما مخبصين، كيف كانت راح تكون صحتنا؟ كيف حديدية؟ الله أكبر. كيف راح تكون مناعتنا؟ هذا ونحن ما مخبصين. الدكتور بيرج يقول ان عملوا دراسة على نسبة السرطانات على 100,000 شخص في الوطن العربي وفي فرنسا والدول الأوروبية وكندا وأمريكا. طيب. وجدوا بأن نسبة السرطانات معاهم 4 أضعاف النسبة اللي موجودة معنا. 1 إلى 4. يعني نحن إذا من 100,000 عندنا 100 إلى 120 مريض سرطان من 100,000 شخص. نعم. في كندا مثلا عندهم نسبة السرطانات 400 إلى 600 من 100,000. هو طبعا جالس يفسر ويشوف نحن عندنا تخبيص غذائي ترى. أيوة. الماء وش من لا من غذائنا ولا من أكلنا ولا شيء، ولكن في شيء الله راح منا فيه، ألا وهو الصيام الإسلامي. الله. عملية الترميم الذاتي وعملية الأتوفجي والالتهام الذاتي وذي التنقية الحقيقية اللي تصير. تخيل نحن وعلى هذا التخبيص الله حامنا. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله. فما بالك لو 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 نحن اتخذنا من عادة الصيام هذه وبقت معنا مدى حياتنا. سبحان الله. نحن جاء الصيام الإسلامي عشان يدرب الإنسان على أنه يبقى ساعات من اليوم ما يأكل فيها الطعام. بالضبط. عشان يريح الجهاز الهضمي، ونحن نستغل هذه الطاقة، بدل هذه الطاقة ما تذهب إلى عمليات الطعام، لأن الأكل ترى هو ينهك الجسد. سبحان الله. ويشغل عمليات الاستشفاء في الإنسان. عجيب. فلما الإنسان يتوقف من الطعام، هذه الطاقة تذهب لعمليات حقيقية، في عمليات تغيير الخلايا وتصفية السموم والاستفادة من من من. اسألني أنا واسأل الناس اللي طبقت النظام الكيتوني، قوة النظام مش في النظام، قوة النظام في الصيام. سبحان الله. لأن الذي يحدد الفائدة في الصيام نوعية الطعام. جميل. هو اللي يعمل لك أكسس عشان تدخل النفق الذهبي. يا سلام. أو المستشفى الرباني. ولولا الطعام اللي هو قليل النشويات أو قليل السكريات، لأن ما يعلي هرمون الإنسولين، لما تدخل أنت في نظام الصيام المتقطع، الصيام المتقطع كفيل يطلع لك الجروث هرمون. سبحان الله. هرمون النمو يأتي من الغدة النخامية، هو الذي يقوم بعملية صيانة وصيانة 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 لكل الأنسجة اللي موجود فيك، وهذا الذي يسمى مقاومة الشيخوخة. مقاومة الشيخوخة. كيف ممكن أنا يكون جسدي أقل من عمري؟ حقيقي. هذا نلاحظه عند الكثير من الشعوب مثلا، أحيانا فعلا تشوف 60 هو كأنه في 30 بعدها. تخيل احنا لو مطبقين الصيام الإسلامي صح، مستمرين على الاثنين والخميس، أو احنا عندنا صيام متقطع مستمر مدى حياتنا، وعندنا لو كارب وكيتو. لو كارب معناته العمود الفقري كيتو، ولكن فيه رز، في تمر، في رمان، أيوة، في أناناس، في أشياء صحية، ما في خبز، أيوة، حتى الحليب اللي الناس تعتقد أنه صحي ألغيه، لأن الحليب أنا أسألني أنا الحين، يكلمني واحد يشتغل في مصنع لإنتاج الحليب، يقول أنس بلاوي حقن الأبقار عشان عملية إدرار الحليب، هرمونات مضادات، هرمونات استروجين مضادات، بس عشان إنتاجية. كل شيء لازم تفكر فيه، كل شيء لازم تسأل نفسك سؤال قبل ما تأكله. مصيبة هذه. حتى الدقيق. نحن على بالنا خلاص الحليب شيء صحي وتبدأ به يومك وكذا. مصيبة. أنا بناتي لما أعطيهم الحليب البقري هذا مصايب، منعتهم مرة في الأرض. سبحان. ولما ألغي وأنتقل إلى حليب الماعز الأورجانيك المصفاي، على طول صحتهم ترجع. ما شاء الله. وش السر؟ حتى الحليب المصنع هذا اللي موجود، أريدك تقرأ بس العلبة شوف المصايب. فعلا. يقول لك منزوع الدسم. ليه؟ من أنت تجي وتتجرع على خلق الله؟ من؟ صحيح. من أنت تجي تغير الصيغة الإلهية التي أوجدها الله في الحليب مثلا؟ عجيب. يضيف لك مالتو دكسترين، محليات صناعية. من أنت تجي تدخل شيء صناعي في الحليب؟
فعلا يعمل لك زيت اللفت وزيت دوار الشمس، من انت تجي تدخل زيوت نباتيه في الحليب؟ خلي على خلقتي يا اخي، ما في يعني ما في شيء عقلي، يعني كله جنون سبحان الله. فلما نجي نحن نتكلم عن الصيام فهذه لفته جميله ترى، ممتاز. فنحن شوف، نحن ما بين كل الشعوب في العالم عندنا اسبقيه اننا نكون ممكنين في الارض غذائيا، ممكنين في الارض غذائيا، لان نحن عندنا استعداد حقيقي للصيام، لان من يوم ونحن صغار اهلنا يصوموا امام عيوننا سبحان الله، ونشوف اولادنا يتعلموا الصيام وهم في سن يعني في 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 7 سنوات وثمان سنوات يقول بابا اريد اصوم، ماما اريد فعلاً اصوم فعلا. معناته الصيام هو جزء لا يتجزأ من جيناتنا احنا فعلا، فهو مش شيء مستحدث. اول ما يقول لك صلاه العيد خلاص اضرب وينسى مساله الصيام طول السنه ما شيء، فهمت؟ عجيب. طيب الصيام ما يعني نكثر يعني وكلام حديث، ممكن خصص حلقة كاملة عشان الصيام فقط، بس الصيام معجزة. جميل، عجبنا عرفنا مثلا وسائل الدلع، الأشياء المسموحة وكذا، لكن إيش الأشياء اللي لازم تتجنبها تماما عشان نطبق الكيتو بشكل صحيح؟ هذا الحديث طبعا لكل الناس، أيوة. في أشياء مسلمة، في مسلمات لك ولغيرك. جميل. السكر ومشتقاته، هو السكر يعني السكر هذا شيله من حياتك، اذا ما بتشيله اقل شيء قلله الى 10% من حياتك بالكامل. 10% يعني اذا في العشرة ايام مره، نعم هذا اذا ما بتشيله نهائيا. الدقيق ومشتقاته ما منه فايده، خلينا نكون صريحين وواقعيين، تم تغيير الدقيق ومشتقاته في كل الاسواق العالميه، تم التدخل في تعديل الجين الوراثي للدقيق عشان يحتوي ويكون فيه نسبة جلوتين عالية تنتج أكثر. الجلوتين هذا المادة الصمغية، أيوة نعم، اللي موجودة في اللي يعطي القوام اللزج، لو تجيب أنت عجين وتنفخ يطلعك بالونة كذا فعلا. هذا يأتي مادة لاصقة في شعيرات الامتصاص، وهو البروتين أصعب تفتيتا في الجهاز الهضمي. عجيب. ويعمل تلبكات شديدة. ما أقدر أنا أقول للناس امنع بدون ما هو يفهم ليش أمنع. صحيح. أنت ممكن عبارة عن كتلة أمراض، قد يكون المرض سبب الدقيق وأنت مش واعي، وتصير تأكل لي خبز أسمر، والخبز الأسمر فيه من المضار ما في الدقيق الأبيض، نفس الشيء من نفس العائلة. ما أفضل حالا يعني. لا، وفي فايتك أسد الذي يمنع امتصاص الحديد والزنك والبي كومبلكس، يصير في عندك نقص في الفيتامينات والمعادن سبب الفايتك أسيد. طيب ناس كثيرين يقولوا إيش البديل يعني، نريد خبز، نريد حاجة نتعشبها ونتريق. الشيخ في مجلس بهلة قال العطشانة كاسر الحوض، العطشان. اللي خاطرة في شيء بيكسر حتى الحوض عشان يشرب. جميل. فهمت؟ نعم. معناته لو أنت خاطرك تريد بدائل بتحصل بدائل، لازم أول شيء تقتنع، ما في شيء ترى هو مضموم. نعم. اليوم نحن يعني على مستوى مركز ألفا والمرضى اللي يجونا نعطيهم خبز، نحاول نوفر لهم خبز عشان ما يكون في حجة إن أنت ما عندك خبز. أيوة. خبز الألموند، خبز الكوكونات، خبز السيليوم هاس، خبز الأسبغول، أنواع وأصناف وألوان من المخبوزات اللي ممكن تعملها أنت. جميل. إذا تريد. هذه غير ضارة طبعا. إذا متعلث وما قادر، ما عندك إرادة قوية، وتعيبين ما بتقدر ما تريد تقتهد شوية. لأن هذه قيمة كبرى. يا سلام. هذه الطموح هذا للإنسان الذي يستطيع. دع المعاني. الله سبحانه وتعالى ما خلقنا عشان نحن ما نستطيع. نعم. الصوت الداخلي اللي موجود في كل إنسان، شوف أول ما أوجدنا الله في الحياة لولا هذا الصوت أنت مستحيل تتكلم. أكبر معجزة صارت الإنسان قدرة الإنسان على الحديث. سبحان الله. تخيل أنت يعني الإنسان يتكلم من العدم. أنت الحين لو تريد تتعلم اليابانية، لو تترجمها، تريد تترجم لغتهم باللغة العربية، يلا يلا تتعلم. نعم. وأنت تترجم فقط، فما بالك بلغة أنت أساسا ما عندك معجم تقارن. صحيح. ما عندك. هذه شجرة، كيف أنا عرفت أنها شجرة؟ هذا باب، كيف أنا عرفت أنه باب؟ هذا بابا ماما، السكين، الملعقة، كيف هو عرف؟ سبحان الله. هذه أكبر معجزة. تعرف ليش؟ لأن نحن فطرنا على الاستطاعة. الله. الإنسان فطر على القدرة.
لو ما ذا الصوت موجود ولا واحد في الكون يقدر يتكلم. ولقد كرمنا بني آدم وهذا تميز عن المخلوقات الأخرى. ولا واحد. ولا شوف لو ما عندنا ذا الصوت، شوف الحين الحمد لله أنه رجع لي، عشان كذا ما في شيء في الدنيا أنا أريده اللي بيتحقق. الحمد لله. وهذا أنت لما تخترق الران طبقات، نعم، الطبقات اللي أنت ما تشوفها بعينك المجردة، لما تبدأ تخترق 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 السموم الفكرية اللي أنت عبيتها من المجتمع، السموم الفكرية اللي أنت عبيتها من المحيط، السموم الفكرية اللي أنت جمعتها من الروضة من المدرسة، أنت ما وفلان يقول لي أنا ما أقدر، ويتم يتبكبك ويعيش دور الضحية. صحيح. وينسى حقيقته كإنسان متصل بخالق الكون. جميل. لو ما هذا الصوت ولا واحد حصله بيقدر يمشي. شوف البيبي يقدر يفشل ألف مرة وما يقول، ما يسمي فشل، محاولة نحو النجاح، ما يسمي فشل، يقول أنا أستطيع. يا سلام. أستطيع أستطيع. وهذا رسالة لكل إنسان محبط يقول اللي ما أستطيع. إذا أنت من الأساس ما تستطيع، إذا الله سبحانه وتعالى ما أعطاك القدرة تشوف حجة يوم القيامة، سوف نقف أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. بيقول أنا ما دخلت فيك الداتا، أنت لا تتذكر يوم القيامة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حديد. راح تشوف هذه الحقيقة. سبحان الله. إنك كنت تستطيع. ونزلنا عليك الآيات. قلنا اهبطوا منها جميعا. فإما يأتينكم مني هدى. فمن تبع هدى. قال فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مستحيل المؤمن اللي عنده صوت الإله الداخلي مستحيل يشوف الخوف ومستحيل يشوف الحزن. جميل. فهمت الحين؟ انتقلنا إلى موضوع حقيقي ويلامس كل إنسان، لأن أنا أقول لك القضية مش في الغذاء فقط. أيوة. الغذاء في طريقة تفكيري أنا، في طريقة تحليلي للحياة، في طريقة إيصالي للرسالة في هذه الحياة. جميل. هل أنا فاهم؟ هل أنا أعطيك مثال، أنا حياتي تشكلت عبارة عن معلومات تشكلت من البيئة اللي أنا ما أسميها البيئة المثالية اللي لازم أنا أعيشها. نحن كعرب المفروض نتسيد الكون، نتسيد الأرض. صحيح. ونكون ممكنين في الأرض. ولكن اللي أنا أشوفه الحين تمكين صار في الشعوب الأجنبية مثلا. نعم. والله سبحانه وتعالى قال وسأجعلها الأرض هذه لعبادي الصالحين. أنا أريدك بس يعني تجيب مثلا تجيب ابن وتخليه يعيش في اليابان مثلا. أيوة. بغض النظر عن قناعاتهم وديانتهم، أريده يأخذ فقط القيم العظمى، قيمة الإتقان، قيمة تقدير الوقت، قيمة الذكاء، قيمة المحاولة، قيمة الكرياتيفيتي، قيمة الإبداع، قيمة أني كيف ممكن أنا أفكر في أبراج، كيف ممكن أنا أفكر في. جميل. بيطلع بيرجع هذا الابن مشحون ومعباي ببعض الداتا والمعلومات اللي جابها من هذا البلد. صحيح صحيح. طيب ليش أنا ما أكون أساسا أتحصل على هذه المعلومات أونلاين مثلا؟ بالضبط. إذن أنا أستطيع. صح. فهي الفكرة كيف ممكن أنا أكسر قناعاتي بحيث أنني بغض النظر عن 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 معلومات اللي موجودة في البيئة. جميل. أنا أجيب معلومات من مكان ناس ممكنين على أساس أن أنقل هذا التمكين هنا في بلدنا. ممتاز ممتاز. إذن السكر ممنوع والدقيق ممنوع بكل أشكاله وأصنافه. شيء آخر؟ كثير. أنا طبعا عندك البقوليات، عندك الخضروات الجذرية. الجذرية. إيه. خضروات الجذرية ليش؟ لأن الشمندر والجزر، الجزر بكميات بسيطة مسموح، الجزر وكذلك البطاطا تحتوي على كمية هائلة من الجلوكوز. هي نشوية. أيوة. خضروات نشوية. فبالتالي ممنوعة لفترة لحد ما ينتقل الإنسان إلى نظام قليل النشويات. ممتاز. تمام. في عندنا كذلك من قائمة الممنوعات طبعا مسلمات، هي الزيوت المهدرجة. نعم. الزيوت المهدرجة من الأشياء الممنوعة اللي ينبغي علينا أن نحن نلغيها بتاتا من حياتنا، ونستبدلها مثلا بالزبدة الحيوانية، بزيت الزيتون، يتوفر طبعا زيوت المكسرات، زيت الأفوكادو مثلا وزيت اللوز وأشياء مثل هذه. لكن أنا شخصيا عندي الزبدة الحيوانية وعندي زيت الزيتون وعندي الدهن اللي أساسا موجود في اللحوم والأسماك وكذا. وفي عندنا كذا من قائمة، هي قائمة طويلة أنا موجودة في الحساب. جميل. كيتو ألفا أكاديمي
في الهايلايت المسموح والممنوع عشان الإنسان يطبعها ويحطيها معه في البيت. حتى هناك أنا عامل كيف تبدأ، كيفية البدء. الإنسان اللي ما عنده الاستطاعة تشترك معي في أكاديمية ألفا، تستطيع هي أنها تدخل في الهايلايت في حساب كيتو ألفا أكاديمي ويشوف النظام بالكامل. ممتاز، جزاك الله خير كوتش. إن شاء الله نخرج فاصل أخير نستعيد في الأنفاس، وبعد ذلك بإذن الله تعالى نواصل. ما زال لدينا المزيد أعزائي المشاهدين المستمعين، فكونوا معنا. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، نستكمل معكم الحديث مع المدرب أنس الكمشكي حول حمية الكيتو. أستاذ أنس، نلاحظ أن الذي يبدأ مثلا في تطبيق حمية الكيتو في بداية الأيام قد تظهر عند بعض الأعراض، مثلا صداع، أرهاق، دوخة مثلا، هل هذا شيء طبيعي؟ وهل هو مؤشر أنه يعني اتجاه في الاتجاه الصحيح؟ وكيف يقدر أنه يتجنب هذا الشيء مستقبلا؟ عشان كذا دائما أنا يعني أشدد على كل إنسان يريد يدخل نظام كيتوجينيك أن هو يلملم النظام بالكامل. ممتاز. من ضمن المواضيع اللي لازم يلملمها هي موضوع الكيتو فلو، هي أنا سميتها الإعصار الكيتوني. كيتو فعليا أنت راح تدخل فيه إعصار. هذا الإعصار إذا أنت ما عندك معلومات كافية كيف ممكن أخرج من هذا الإعصار راح يسقطك. عجيب، فهمت؟ فبالتالي هي مرحلة انتقالية حقيقية، بمعنى لازم أنت تؤمن أنك أنت حاليا في مرحلة انتقالية من منطقة دونية إلى منطقة علوية. ما معنى هذا الكلام؟ معناته أنا صار في عندي تطور في حياتي، معناته أنا راح أنتقل إلى مرحلة من أجمل مراحل حياتي. طبعا هذه لها ضريبة في ثمن لازم تدفعه. نعم. مثل الإنسان اللي يريد يدفع ثمن ترك الزجائر، لأن نحن عارفين أن مدمن الزجائر التدخين مدمن كوكايين، يعني نعم. الكوكايين هذا دخل في كل أعصابه، في كل شرايينه، وبدأ يؤثر حتى على هرمون الدوبامين. نعم. بمعنى أنا مصدر سعادتي أو النشوة اللي أريد أحس فيها هو الدوبامين. نعم. الدوبامين هذا يجيني بكميات أعلى من الكمية الطبيعية التي خلقها الله. سبحان الله. طيب أنا عشان 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 أتخلى نهائيا، أوقف التدخين نهائيا، أنا أريد أقطع التدخين نهائيا. نعم. فلما أقطع التدخين أكيد بدخل في سلسلة من الأعراض. هذا لا يعني أني أنا بنتقل إلى حالة مرضية لما أنا أصدع، ولازم ولما أنا يعني أتعرض لحالة من الإنهاك وحالة نفسية نوعا ما مش مقبولة، أعراض انسحابية، وفي طفل داخلي راح يبكي. أيوة، لأن في كل إنسان طفل ويحن إلى الماضي. أنت حاليا في مرحلة فطام. أيوة. أنت جالس تفطم نفسك. جميل. هي عملية الفطام بتخلي الطفل الداخلي يبكي فيك بس أنت ما تحس فيه. صحيح. فبتحس بالجنون كذا، سكر، الكاربس، الكرسونة، أنا كيف أقدر أتحمل؟ أيوة. ولكن لازم أنت تقتنع أنها حالة لحظية، ترى هي حالة مرضية لحظية، تسميها مرض. جميل. لازم تسميها أنا مدمن وأنا مريض، وهي حالة مرضية لحظية وراح أتخطاها، ولما أتخطاها المسألة هذه راح تنتهي، وراح يوصل الإنسان مرحلة ينظر إلى الكاربس بدون شهوة، بمعنى يعني ما تستهوي خلاص، بدون استهواء بتاتا. جميل. وأنت بتستغرب من نفسك، ولها تفسير وما راح أتطرق لها الآن لأنها تطول شوية. تفسيرات هرمونية، تفسيرات سيراتونين، تفسيرات في هرمون الدوبامين، تفسيرات في البروبايوتيك الماكروبيوم والبكتيريا كيف تتغير عند الإنسان، وأن عقل الإنسان الثاني في معدته وفي بطنه، وهي لها تفسيرات. ولكن بشكل عام لازم تقتنع أن هي عبارة عن مرحلة انتقالية. نعم. جسمك جالس يتحول. أيوة. إلى مرحلة قد تكون هي أجمل مرحلة ممكن تصير في حياتك. ممتاز. فبالتالي لما أصدع، أوكي صدعت مش مشكلة، لما أنا أكون تعبان يا أخي خذ لك إجازة ونام، لما أنا أكون مجنون على السكر لازم تقتنع أن أنت مقبل على حياة أجمل من السكر اللي أنت كنت أكله. جميل. فبالتالي في أشياء ممكن تعملها، مثلا في ناس تدخل نظام كيتوجينيك وهي مقلل الأملاحها. أيوه. لأنه وأنت داخل نظام كيتوني كمية السوائل اللي في جسمك راح يطرحها، لأن كل جرام من السكريات يسحب مع 4 جرامات من الماء. عجيب. فلما أنا أمسك السكر 4 جرامات الماء بتنزل من جسمك. أيوة. مع الماء راح ينزل عندي البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والأشياء هذه. فبالتالي لو أنت ما أخذت المشروب الكيتوني، نعم، الأملاح على طول يصيبك دوخة.
أيوة. إذن المرحلة الأولى من تطبيق نظام الكيتوجينيك لازم أملاح. نعم. يعني تعوض كل ملعقة صغيرة ملح الهملايا مع عصرتين ليمون مع كوب ماء بارد ومع شوية خل التفاح عشان نرفع عصارة الهاضمة. جميل. فنشرب على طول يرجع الاتزان معك. مثلا بالنسبة للإمساك في عندنا آليات معينة استخدام الإمساك. والكيتوراش الناس اللي عندها سموم وايد في جسمها بعد ما جسمها يحرر الدهون، الدهون هذه مخزنة كثير من السموم، هذه السموم الكبد ما ملحق يطلع برا الجسم. أيوه. فلما الكبد يكون متشمع وما يلحق يطلع السموم يأتي على صورة طفح جلدي. أيوه. لما يجي على صورة طفح جلدي هاي يسمى كيتوراش. كيتوراش معناته أنت في مرحلة انتقالية، جسمك جالس يتخلص من السموم بس الكبد عندك ما ملحق، فهي طبيعية ما تدعو طبيعية بس شيء. في بروتوكول معين مثل الحليب الشوكي يقلل الصيام، يدخل شوية كارب على أساس أنه يتعدى المرحلة بعدين يدخل في النظام الكيتوني. جميل. في كل حالة نحن مخصصين ملف معين عشان عملية إدارة الحالة الانتقالية هذه. بشكل عام هي حالة مش مخيفة، هي حالة يعني تجعل الإنسان ينتقل إلى حالة التطبيق التطبيق التلقائي للنظام. جميل. إذن هي ما تدعو للقلق، وبتطبيقها بشكل صحيح باستشارة المختصين بإذن الله تعالى يعدي هذه المرحلة. طيب أستاذي، نحن نلاحظ في الأسواق الآن ظهرت مثلا محلات معينة تعنى بأطعمة الكيتو، توفر البديل مثلا، لكن مما يلاحظ أن أسعارها دائما مرتفعة بخلاف السوق مثلا، بخلاف الأشياء الاعتيادية. إيش سر الارتفاع هذه الأسعار؟ هل فعلا مثلا الندرة مثلا أو أن مكوناتها فعلا مكلفة؟ شوف، عشان كذا أنا نصيحتي الإنسان إذا دخل نظام الكيتوجينك، أغلب الناس تعتقد أن النظام الكيتوني نظام مكلف، وهو يخالف الحقيقة الفعلية للنظام. لما أنت تجي وتنظر إلى حياتنا العادية راح تلاحظ بأن السلطات كلها موجودة في كل البيت، في كل البيوت. صحيح. الخضار المطبوخة رخيصة لدرجة أنك أنت ممكن تترس سلة بخمسة ريالات. فعلا فعلا. الدهون الصحية رخيصة، يعني زيت الزيتون والزبدة من باب أولى، أنت إذا تريد تحمي نفسك من السرطانات والالتهابات لازم تأخذها. أيوة. بغيت إلا ما بغيت، بغيت تفسد حياتك خذ هذا الزيت النباتي. أنت حر في النهاية، أنت عبارة عن نتاج لقرارات اتخذتها في حياتك. أيوة. يبقى في البروتين، كل الناس تأكل بروتين بعيد الشر. نعم. نحن نأكل الدجاج والسمك واللحوم موجودة بوفرة الحمد لله، ونحن شعب مش فقير، يعني نوعا ما عندنا قدرة مادية أن نحن نأخذ أو نشتري الأكل اللي نريده. فعلا الحمد لله. فهذا ما راح يغلبنا، يعني مش دولة نائية نعيش في مجاعة حقيقية. نعم. بتقولي ما تقدر، لا، السلطات وموجود، والورقيات الخضراء وموجود. صحيح. والخضار المطبوخة موجودة بوفرة، يبقى بس هي طريقة الغسل وكذا على أساس أن الإنسان يعني ينظف الخضار هذه من الرش وكذا، وفقط عندك البروتين ومن مصادر طبيعية، انتهى الكيتو. هنا عاد إذا أراد الإنسان يدلع نفسه مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع، عندك وايد فلوس مثلا يشتري إلى الكعك معين أو شيء، عندك وايد فلوس وحبيت تدلع نفسك انت حر. أيوة. ما عندك في الكيتو، ما عندنا وايد فواكه، الغلاء في الفواكه بالضبط. الكيتو ما في سناكات و24 ساعة تمشي وتاكل وباونتي وجالكسي وادخل السلكت واخذ وبطاطس واسير السينما واضرب، ما في ذل هلع، ما في. يعني الناس انا اللي اشوفها 10 مرات تاكل في اليوم. فعلا. حتى انا عندي فيديو تاكل 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 ما شاء الله، من يصحى الى ينام هو كله وياكل. فلما نسبة تناسب، انا في الكيتو عندي وجبة ووجبتين بالكثير، وممكن سناك في النص. جميل. لو انا عاد مره مدلع نفسي خفيف، يعني خفيف هذا مره من الاخر. وشو عاد الوجبات؟ شويه لحوم، شويه سلطات، ممكن شويه متبل على، يعني بعض الاحيان اسوي المايونيز في المنزل بالثوم، وفي هناك خلطات ممكن تزين لك الوصفه الغذائيه وتشتهيها وتاكلها وانت مرتاح. يا سلام. تمام. نحن سميناها لكن فعليا مش غاليه، انت مش مجبر. مثلا يعني الحين نحن حاولنا قد المستطاع ننزل سعر الخبز، يعني 6 خبزات، لان بعض يعني كوكونات فلاور، عندك الاسبغول، وعندك هذه صحيح مش بسعر الدقيق، لان يعني في انتاجيه هائله في الارض. نعم. وهم باغين يبيعوه
لأنه شيء سام وأساسا يهيئ بيئة خصبة مرضية عشان مصانع الأدوية كذلك تصدر أدويتها للمرضى، فبالتالي أكيد راح يكون رخيص. أيوة. ويسترخصها المريض وبعدين يمرض وبعدين يذهب إلى تناول أدويته وبعدين خلاص. نعم. دواء مغلقة. فبالتالي سواء أنت فاهم واعي مش واعي، أنت تمشي على أخطاء راح تجني نتاج الأخطاء هذه. نعم. فبالتالي لازم أنت تفهم أنا حبيت أدلع نفسي في الكيتو راح تصرف، اسمح لي. أيوة بالضبط. إذا تريد النظام الخفيف في عندك أجبان قيمتها ريال وفي أجبان قيمتها 4 ريال. صحيح. في عندك زيتون قيمته كذا وفي زيتون قيمته كذا. جميل. في عندك منتجات قيمتها كذا، وانت على حسب القدرة المالية اللي موجودة معك يا اخي دلع نفسك. جميل جميل جميل، واضحة الفكرة. طيب استاذي، نفس الشيء نلاحظ ان يعني مثلا المدة، نريد الان ندخل في المدة، هل هناك مدة معينة لتطبيق نظام الكيتو او ان مثلا هي فترة معينة مثل الدورة لحد ما ننجزها وبعد ذلك نقدر نرجع إلى النظام القديم، أو إنه يستمر معنا الكيتو مدى الحياة خلاص؟ أنا قلت لك النظام الكيتوني هو عبارة عن نظام تدريبي لخلق عادة صحية تتأصل في حياتك بطريقة حقيقية، فلما أنت تتقنها ولما تحترفها يبدأ هذا الإنسان باستخدام النظام الكيتوني مدى حياته. هل هذا يعني أني أنا ببقى كيتو مدى حياتي؟ لا، خلاص صير نظام حياة. أنت أصبح المفتاح الذهبي موجود معك. ممتاز. المفتاح السحري، ما في شيء أغلى من العافية والصحة. صحيح. وأنت مستشفاك فيك. جميل. مستشفاك فيك، متى ما حبيت تفعله فعله. جميل. متى ما حبيت تخرج منه ما تخرج منه إلى السموم، تخرج منه إلى المساحة المسموحة فقط، هي نظام الآمن، نظام اللوكر. نعم. وإذا حبيت تمسخها وتطلع بالكامل هذا لا يتكرر. وأول شيء لازم تفكر فيه إنك تعبي رصيدك الحقيقي. أيوة. ما هو رصيد الحقيقي؟ ما هو؟ مبلغي في البنك؟ لا، الرصيد الحقيقي مدى لياقتي البدنية. يا سلام. الرصيد الحقيقي أنا كمية الالتهابات اللي قللتها في حياتي. جميل. مدى قدرتي على النفس. يعني لما أنا أجري مثلا كم يعني قلبي كم يتحمل، لما أصعد في درج كم قلبي يتحمل. نعم. هذا رصيدك. نعم نعم. تمام. أنا لما أكون مؤمن أني أنا بنيت لياقة بدنية عالية، بنيت مخزون حقيقي من المغذيات وعبيت رصيد بالملايين، الرصيد هذا لما أنا أجي أسحب منه 1000 ريال بيخلص؟ ما بيخلص. صحيح. لأن أوردي أنا محافظ على صحتي. جميل. فلما أنا أسافر مثلا وحبيت أكسر مع الشباب في السفر وأكل كنافة وأكل بقلاوة في تركيا مثلا. نعم. طيب أنا ما سويت إجرام مثلا، يعني صار لي سنتين مصلح ومعبي رصيد. صح. وأكون متأكد ما عندي حساسية جلوتين. أيوة. وما عندي مضاعفات ممكن تصير لي. فبالتالي أنت عندك مساحة، متى أنا أغلط وأنا أكون واعي لما أغلط، ما أغلط وأنا مجبور أني أنا أغلط. صحيح. هي الفكرة كده، هي نسبة وتناسب ترى. أيوة. فكم أستمر على النظام؟ على حسب الحالة المرضية وعلى حسب احتياجك وعلى حسب أنت وش طموحك. يعني ما نقدر. أنا عندي في ناس لحد اليوم بسبب النعيم اللي عايشينه في الكيتو ما حابين يطلعوا منه. ما شاء الله. عايشين مرتاحين والحمد لله، كل الأمراض اللي في حياتهم راحت، ونحن هم في حالة امتنان شديدة للنظام هذا لأنه غير حياتهم. جميل. بلاش. سبحان الله. يغير حياتك بلاش، لا تريد تسافر وتدفع آلاف وتعالج نفسك. إذا ما نقدر نقول إن مثلا مدة 3 أشهر أو 6 أشهر. لا. كل حالة تختلف عن الأخرى. كل حالة وتحبيت. يعني شوف، كل ما كان الإنسان في الحالة الكيتوزية كل ما هذا الإنسان بنى لنفسه حصانة وقاية من كل الأمراض الأيضية والمناعية. طيب سيدي، ذكرنا في الدقائق الماضية عن أن يبدأ الجسم باستهلاك الدهون الثلاثية. لو طالت فترة مثلا الكيتو واستهلكنا جميع الدهون الثلاثية واستمرينا في الكيتو، ممكن هذا يأثر مثلا على الجسم؟ سؤال جميل. فنحن ليش أنا أركز لما يدخل الإنسان في الكيتوسيس ينتقل إلى البناء العضلي؟ لأني أنا ما محتاج حق الدهون. أيوة بالضبط. الدهون موجودة بوفرة ما تنتهي ترى. نعم نعم. والجسم يستطيع أنه يجيبها من الطعام، لأن أوردي نحن السمك مليان دهن. أيوة. والدجاج مليان دهن، والزيت الزيتون دهن، والزبدة الحيوانية دهن، والأجبان دهن. نعم نعم. والسلطات فيها دهن، فجسمي شغال يجيبها بيجيبها لا تحاتي. جميل.
تمام؟ ولكن الفكرة أنا كيف ممكن أبني كتلة عضلية، وهذا حديث كذلك يطول في موضوع البناء العضلي وكيف ممكن أركز على موضوع الأوتار وقوة المفاصل والجروث هرمون وعلاقته بالحالة النفسية، مواضيع كثيرة. أيوه. لكن بشكل عام الرياضة جزء لا يتجزأ من حياة الكيتونية. ممتاز. يعني لازم يوميا في بوش أب، يوميا في تمارين البطن، يوميا في نط الحبل أو جري أو يعني حتى النساء نحن عندنا في الدورة مكتبة خاصة رياضية ما شاء الله، على أساس كيف هذه الإنسانة تدمن الرياضة. الرياضة مش فقط للمرأة السمينة ترى. أيوة. حتى المرأة النحيفة تحتاج بشدة أنها تبني يعني نسيج عضلي متين. جميل. يعطيها قوام متناسق في الجسد. ممتاز ممتاز. طيب سيدي، هل هناك جدول معين تنصح به من يريد مثلا تطبيق الكيتو؟ يعني جدول يصير عليه يوميا، مثلا من الصباح أعمل كذا، المساء أعمل كذا؟ والله أغلب الناس بسبب القناعات اللي نحن تعودنا عليها من خلال طبعا الشركات التي تدعي أو الشركات التي تشتغل على نشر الأنظمة الغذائية. نعم. قائمة على الجدولة، فنحن تبرمجنا أني أنا عشان أعمل دايت لازم أعمل جدول. يعني لازم أنا أعمل دايت لازم تعطيني جدول، ولا مخي ما يتحرك، لا أقدر أفكر أبداً. أيوة. ولا ممكن أبدأ أي نظام إلا إذا كان في جدول. بالضبط. وللأسف هذا أمر خطير، لأن هذا الموضوع الجدول يتخالف مع الطبيعة الحقيقية للإنسان. الإنسان خلق على وجبل على الحرية. سبحان الله. لو ما أنا لبيت هذه الحاجة، الحاجة الفطرية في الإنسان هي الحرية، مع الوقت يصير في تراكمات نفسية وبترك النظام الآخر. أيوة. لأن النظام جالس يمشيني. نعم نعم. النظام هذا أو الجدولة اللي أنا جالس أمشي عليها هي جدولة تتخالف مع الرغبات اللي موجودة معاي في اليوم. نعم. يعني نعم. مثلا أنا اليوم أصبح الصباح إلي خاطر في صحن ريش مثلا. تمام. مع شوية متبل زيتون مخللات وعلى شوربة عظام مثلا. ممتاز. وأنا كاتب للأخصائي أخذ لي 3 بيضات مع شوية توست، مع أنا بجن، لأن أنا أهوى شيء، أشتهي شيء، وهو كاتب لي شيء ألزم نفسي شيء آخر. ما له علاقة بقوة الإرادة أني أنا بجبر نفسي، لا، أنت طبق النظام وأنت فرحان. يا سلام. وأنت مرتاح. فمثل ما نحن في الأيام العادية ماشيين بلا جدول، يوم مكبوس، يوم برياني، ويوم صالونة، ويوم بابلو، يوم. نعم. تمام. مثل ما أنت ماشي بعفوية ويوميا تقرر، امشي في النظام بعفوية ولكن بعلم. بعلم. نعم. أنت يعني فاهم ماذا تأكل. ممتاز ممتاز. طيب سيدي، نريد أيضا استعراض بعض النماذج الناجحة عندك، مثلا كيف كان وكيف صار بعد ذلك، تحضرك يعني نماذج نجاح عمانية. والله أنا فخور بشاب عماني اسمه يونس. استطاع ينزل من 250 كيلو 250 إلى 100 وحاليا تقريبا 120 كيلو. ما شاء الله. هو شال 3 أشخاص من جسمه تقريبا. فعلا. وأنا فعليا أريد يعني لهذا الإنسان جائزة تقدم له من الدولة. يعني يا سلام. ليش؟ لأنه لا قص معدة ولا احتاج أنه يعمل عملية جراحية ولا تحويل مسار ولا شيء، وهذا أكبر دليل أن الإنسان عنده استطاعة فعلا. وفي حالات طبعا 170 160 100، حالات ناجحة لا تعد ولا تحصى. من أقوى الحالات المرضية اللي ساعدناها، وأنا بينت في فيديو كذلك، أحد الأبهات عمره 60 70. 60 70. تخيل كان يضرب 5 إبر إنسولين في اليوم، عنده فشل كلوي، الكلية عم تشتغل مع 55%. ما كان يقدر يتحرك من هنا لأنها من السمنة اللي فيه، وزنه كان 110 تقريبا. حالته يرثى لها، يعني حالته منتهية خلاص، كأنه سلم نفسه، سلم نفسه للموت البطيء. جلس معه جلسة أتذكر، ودخلته في الدورة التحدي 12 100 يوم. وزارني بعد سنة. خلال 3 شهور استطاع أنه هو يتوقف من كل الأدوية. ما شاء الله. واحد أدوية الإنسولين كلها توقف منها، المعدل التراكمي من كذا وصل إلى المعدل الطبيعي. الالتهابات، وكان على وشك يفقد حتى أطرافه لأن غرغرينا. أيوة. القدم عنده فتحت، لأن خاصية الكيتونات لديها خاصية الاختراق. ما شاء الله. تستطيع تخترق الخلايا المسكرة، الخلايا اللي هو القنوات الدم المتسكرة، لأن الالتهاب يقل، فتصلب الشرايين يقل، فتبدأ يصير في مرونة. جميل. يصير في مرونة في الشرايين. ممتاز. فتفتح والتروية الدموية ترجع طبيعية.
كانت عندي ضبابية في العين رجعت عينها تفتح، نزل 35 كيلو من وزنها. هذا الإنسان ما كان يقدر يمشي منا لهنا، الحين يجري 15 كيلو ما شاء الله. هذا بعمر 60، فما بالك هذا مثال بعمر 60، فما بالك بشاب عمره 20 أو شاب عمرها 30؟ ليش تيأس؟ إذا كان أنا في عمر استطاع الله أنه يخلق مستشفى في داخلي يرجعني إنسان طبيعي ما شاء الله، فأكيد أكيد الله سبحانه وتعالى أودع فينا معجزات. جميل جميل، بس لازم نؤمن فيها، نؤمن فيها. طيب أستاذ، نريد نختم الحلقة بالطعام أو الوجبات المعتادة عندنا في عمان اللي تعودنا عليها من الصغر، واللي نعتبرها أيضا من العادات والتقاليد والمسلمات التي نقول أن يجب أن يمر عليها كل عماني. أكبر مشكلة نحن وقعنا فيها أن نحن قمنا بعملية تغليف الهوية العمانية، بحيث أن تكون هذه الوجبة لو ما كليتها أنت ما راح تكون عندك ذيك الهوية العمانية الحقيقية. بالضبط. يعني صارت الهوية العمانية موجودة في كل الأشياء، في كثير من الأشياء، وأنا أفتخر فيها على فكرة. نعم. وأنا أعتز بها. أي عادات صحية ترفع مني أنا كإنسان إلى السماء وتجعلني دائما وأبدا في حالة نجاح وفي حالة تطور صحية، معناته أنا فعليا راح أدعم هذه الهوية. يعني. ولكن اللي صاير أن نحن فعليا بدون ما ننتبه، بنية حسنة. أيوة. بدون ما ننتبه بنية حسنة قمنا بعملية تغليف بعض الوجبات عالية السكريات، وقد تكون هذه الوجبات سامة لمرضى السكري، وقد تكون هذه الوجبات يعني وسيلة لدمار حياة كثير من الناس وكثير من الأسر حتى. نعم. لك تتكلم الحين مثلا على العين والرأس الحلوة العمانية نفتخر فيها. نعم. ولكن أنها تكون دارجة ويأكلها الأخضر كل الناس. نعم. المريض الصاحي اللي عنده سكري ويأكلها بنهم، خطير المسألة. نحن عندنا كثير من الوجبات العمانية بدون ذكر أسماء. نعم. هي تندرج تحت الهوية العمانية، لكن لازم نعيد النظر فيها. صحيح نحن يعني شعب حابين تكون عندنا يكون كيان متكامل مستقل، ولكن لازم نحن ننتبه ويكون على وعي حقيقي أن أي شيء ممكن يؤذيني أو يؤذي أي إنسان يتألم كما ينام الليل بسبب هذه الوجبة. نعم. وبدون وعي يأكلها لأنها جزء لا يتجزأ من حياتنا، سواء قروص أو خبز عماني أو كذا، وفي النهاية يتألم. أنتم متخيلين؟ هي الفكرة كذا ترى. صحيح. أني أنا آكل وأتألم، آكل والتهابات تزيد، آكل والفشل الكلوي يزيد. متعة مؤقتة هذه. متعة مؤقتة بحجة أني أنا ما فاهم أن هذه الوجبة المغلفة باسم عماني هي سبب دماري أنا. أيوة. هنا بس الفكرة، هي هنا الفكرة فقط، فهذه الكلمة فقط. إذن يجب أن نعيد النظر ونعيد جدولة. حبيت تسميها عماني، حبيت ما تسبيها، سميها اللي تسميها، بس الإنسان لازم يكون واعي. في الأعياد أستاذ أنس، في الأعياد يعني إذا مرة مرتين ما في مشكلة. يعني أنا بين فترة وفترة ممكن أكل حلوى العمانية بوعي أن لا عندي سكري ورصيدي في البنك عالي. أيوة. فما عندي مشكلة. أنت لازم تعرف أنت من اللي يحتاج أن يطبق النظام هذا. أنت لازم تسأل نفسك عدة أسئلة. جميل. أول شيء لازم أنت تسأل نفسك عدة أسئلة. هل أنا بخير؟ هل جهازي الهضمي بخير؟ هل طاقتي في الوقت الحالي مثل طاقتي قبل 5 سنوات، ولا أنا طاقتي منخفضة؟ هل عندي تلبكات في الجهاز الهضمي؟ هل أنا ألاحظ أنه عندي سمنة؟ هل ألاحظ أن ما عندي قدرة أجري، نفسي ضعيف؟ هل أنا مخي خربان؟ لأن الطعام يدخل حتى في تركيبة الدماغ. فعلا فعلا، يخليك إما إنسان مبدع وكرياتيفتي أو يخليك إنسان هامشي. ما جميل. فبشكل عام كذا. في آخر دقيقة أستاذ أنس، هل من كلمة توجهها، نصيحة؟ والله أكبر كلمة ممكن أعطيها لأي إنسان اليوم هي أن الإنسان لابد ينتبه على غذائه. هي مش لأني أنا مثل ما بينت متخصص في هذا الموضوع، لأن فعليا الغذاء يدخل في حياة كل الناس.
الغذاء إذا لم يتحسن عند الإنسان في أشياء كثيرة لن تتحسن. أيوة. لأنه هو البيسمنت، هو الـ هو الـ هو الـ العمود الأساسي. جميل. عندك الغذاء وعندك الحركة والرياضة وعندك النوم، هذه الأشياء الثلاثة لو نحن حسناها وفهمناها صح. وعلى فكرة يعني فهم الغذاء حق شرعي لابد كل الناس تتعلمه، لأن مش فقط لأخصائي التغذية، مش فقط لأنس. أيوة. هو شيء لازم كل الناس تتعلمه. تعرف ليش؟ لأن هذا الشيء ترى هو متجذر ومتأصل وشابك معك معك فعلا. أنت من الصباح يعني الإنسان يأكل ويأكل ويأكل، تخيل هو ما يعرف وش يأكل. فبالتالي إذا أنا ما أعرف شو أكل، من هو المتضرر في النهاية؟ أنا. بالضبط. فأنا لازم أكون أول الناس فهما في الغذاء. فإذا ما كنت فاهم ماذا أكل، إذا أنت محروم من خير عظيم راح تجني نتائجه على القريب العاجل أو في جميل. في المستقبل. جزاك الله خير سيد أنس، كنت نجما في هذه الحلقة. تستاهل. استفدنا منك كثيرا وعسى بإذن الله تعالى. أنا بس أقدم الكلام البسيط هذا اللي. لا بالعكس، هذا إن شاء الله تعالى يكون خارطة الطريق للكثير من المشاهدين والمستمعين. إن شاء الله. فأكرر شكري لك وبإذن الله تعالى تكون لقاءاتنا مستمرة بإذن الله. بإذن الله. شكرا جزيلا. وشكرا لكم أعزائي المشاهدين والمستمعين على حسن الاستماع، على أمل أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه في لقاءات متجددة من لقاءات منصة برزة تحت سقف واحد.